حضرتك مرشحة عن عزم، شنو مشروع عزم الانتخابي؟ والله هو مشروع كبير ومشروع شامل، شنو يعني يعني؟ شنو كبير؟ شنو كبير؟ كبير يعني بكبر العراق. مشروع عزم بكبر العراق؟ أي ايش والله، راح يسوي؟ أول شيء وحدة البلد، وحدة البلد. احنا يعني شلون يعني وحدة البلد؟ ما فهمت. يعني نقف بالضد من أي خطوة تهدف إلى تقسيم أراضي العراق. نعم، نقف بالضد من أي خطوة تهدف إلى تجزئة أو تقسيم المحافظات أو وحدة البلد. زين. بعد مشروعنا من الشمال إلى الجنوب، بعيداً عن الطائفية والقومية والحزبية. ثلاثة، شلون عودة بعيدا عن الحزبية وانتو حزب؟ احنا صدق احنا ما عملنا بصفة حزب، والدليل انه احنا كنا مجالس المحافظات استقطبنا كل اهلنا وناسنا محافظة ديالى، وهذه مشهودة لنا. بس هذا مو مشروع وحدوي، هذا مشروع مصلحي. انتو يعني لما تروحون للمحمودية وتخلون واحد من المحمودية بعزم، هذا مو معناته وحدة العراق، هذا معناته انه هذا عنده تأثير وراح يفوز.